صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا. وجاء في التعميم أنه خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا يكون الدوام الرسمي في وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة منذ الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر.